شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطل الهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه على العمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر، يعني للي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطور ويزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. أربيلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكم إلا تتصلوا ببسلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. دست كلينر هي أدابتر بخلينا نشفط الغبرة من أصعب المحلات يلي كتير بتعذبنا وبتاخد من وقتنا تنظفها. دست كلينر بيوصل لكل الأماكن الصعبة، وصار فينا مثلا ننظف الجوارير المليانة غراض وعلى بالعدة من دون ما نفضيهم. دست كلينر بتفوت بأضيق المحلات ومخارج الهواء بقيسي البيت أو السيارة، لأنه مؤلف من تيوبز رفاع وفلكسبل بينتعجوا حسب الحاجة، يعني دست كلينر بتفوت بكل المحلات يلي الفاكيوم العادية مش قادرة توصلها. تنظيف البرادة والشوفاج وحتى ورا البلانت صار كتير سهل وهين، بتحصلوا عليها ب 18 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. من نحنا وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحنا وجامعين الأولاد حولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرثديز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة، أكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيالا ستيك بإيدكن وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن ياهن ملونين بزيدوا كولوران وبيطلع اللون يلي بدكن ياه. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكن تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، ما لكم إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55. قد ايه بنتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بالدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا اياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي بنحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب انه يكون عنا اياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV او نحن وعم نقرا بالتخت او حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيالا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 80 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري.
ستوب اتش كريم من اهم مستحضرات العناية بالبشرة، بيساعد على ازالة التجاعيد والمحافظة على شباب البشرة. ستوب اتش بيشتغل على اراحة العضلات تحت البشرة وهيك بتمحى التجاعيد تدريجيا. نتائجه رائعة وبتظهر النتائج ابتداء من اليوم العاشر من استخدام ستوب اتش كريم. ستوب اتش كريم بيعطي الملمس الناعم للبشرة وهيك بنقول حافظوا على شباب البشرة اقل شيء 10 سنوات لقدام باستخدامكم المتواصل لستوب اتش. هالكريم يستخدم مرة يومياً المساء بعد الغسيل البشرة. ستوب ايج بتحصلوا عليه ب$40 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة توصيل اضافية. ما قلكم لا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55. شو اورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55x60 سم، ارتفاعها 11 سم، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لانه حجمها براكتيكال ومرتب. ولأنه حجمه مثل ما قلت براكتيكال، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على التالتة مجاناً. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.